يعني ممكن تدعي لنا دعاء خفيف؟ دعاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أدعي بدعاء شيخنا الحاج عبد الرحمن. الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم، وشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم. لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في قبره. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم، وعلى آله وصحبه أفضل الأمم.